مع كلمة سماحة السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف ووكيل أول مجلس النواب المصري، فليتفضل لإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب السماحة والفضيلة، السادة العلماء الأجلاء، أصحاب السعادة والمعالي، السادة الوزراء والسفراء، ضيوف مصر الكرام، الحضور الكريم، ضيوف مصر الأعزاء، مرحبا بكم في أرض الكنانة مصر. حللتم أهلا ونزلتم سهلا وبوركتم حيث كنتم. المنصة الكريمة. بداية يسعدني أن أتقدم بالشكر لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لرعايته الكريمة لهذا المؤتمر، والشكر موصول لمعالي السيد وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة لحسن اختياره موضوع هذا المؤتمر في دورته 30، ولما يقوم به من جهد مشكور في نشر صحيح الإسلام ومحاصرة الفكر المتطرف. وأؤكد أن مؤتمر هذا العام يناقش قضية من أهم وأخطر القضايا، وهي قضية فقه بناء الدول، رؤية فقهية عصرية، خاصة في ظل الظروف السياسية والعالمية الراهنة، والتي تتطور معها منظومة حياة المجتمعات السياسية والاجتماعية والمعرفية. ضيوف مصر الأعزاء، إن الناظر في عوامل بناء الدول وقيامها يجدها عوامل كثيرة، فاسمحوا لي أن أتناول أحد أهم هذه العوامل، وهو عامل القيم والأخلاق. عامل القيم والأخلاق ودوره في بناء الدول، خاصة أن ديننا الحنيف اهتم بالأخلاق والقيم، أي ما اهتم اهتماما كبيرا، فلا تصلح حياة اجتماعية ولا تقوم مدنية ولا حضارة بغير أخلاق قويمة وآداب سليمة. لذا اقترنت رسالات السماء والكتب الإلهية بالدعوة إلى الأخلاق النبيلة والقيم الإنسانية الراقية، لأن الإنسان جسد وروح، وغذاء الروح وصلاح البشر بالأخلاق، وغذاء الروح وصلاح البشر بالأخلاق. وقد عني الإسلام بالأخلاق عناية بالغة، وقد وردت بذلك نصوص الكتاب
والسنة، ومن ذلك قول الله تعالى: وقولوا للناس حسنا. ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال أيضا سيدنا الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. ويقول الشاعر: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. فبالأخلاق تبنى الحضارات وتستمر، ويسود الأمن والسلام العالمي. حتى لا أطيل عليكم، فإنني اختصرت كثيرا في هذا الموضوع، وأنا أكرر ترحيبي بكم جميعا على أرض مصر الكنانة، أرض الأزهر الشريف. أسأل الله أن يوفقكم ومؤتمركم هذا في تقديم رؤية فقهية عصرية لبناء الدول، مؤكدا أن مجلس النواب المصري العريق سيقوم بتبني توصيات مؤتمركم هذا والإسهام في تحويلها إلى برامج عمل أو مشروعات قوانين، وسيقدم كل الدعم بالاشتراك والتعاون مع الحكومة في مصر. وختاما أسأل الله عز وجل أن يمن على مصر وسائر بلاد العالمين بالأمن والأمان والسلامة والاطمئنان، وأن يجنبنا وشعوبنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يقينا شرور أهل الشر والسوء، وأن ينعم علينا بالرخاء والاستقرار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.